الحرية السياسية امرأة شديدة الخصوبة، يخرج من رحمها الديمقراطية وحرية التعبير والفنون الراقية وحقوق الإنسان، وفي النهاية ترقى بها الأمم وتعلو إلى قمة ملموسة لا تكتمل بالأغاني الوهمية المجردة من التعبير عن الواقع. جه دستور 23 بالانتخابات الحرة ونبذ الطائفية ومهد للحرية الاقتصادية وأيضا للصناعة الوطنية، وبدأ أن مصر في طريقها إلى التقدم لتصل إلى مصاف الدول المهمة. البعض يتصور أن مجانية التعليم عمل من الأعمال ثورة يوليا، ولكن الحقيقة أن مجانية التعليم عمل من الأعمال حكومات الوفد، وطه حسين كان وزيرا للمعارف في حكومة الوفد لما أطلق الماء التعليم كالماء والهواء. الراعي للحركة لحركة النهضة المصرية الحديثة هو الوفد المصري. آلياته كانت في إيه؟ آلياته كانت في تطبيق إن حزمة قوانين العمالية اللي مصر حتى الآن بتسير على ضوءها هي اللي أصدرها الوفد، أصدرها في حكومات 36، حكومات 42 حزمة القوانين العمالية. الوفد ألغى الصخرة من سنة 24 على فكرة، ألغى في حكومة 36 دي ضريبة الغفر والسواحل، لأنهم كانوا بياخدوا الفلاحين البسطاء يروحوا يسدوا الجسور وبتاع وقت فيضان النيل. حزب الوفد هو في تلك الفترة بيبلور الاتجاهات الوطنية المتمثلة فيما يلي: لدينا حركة تعليمية حرصت النخبة المصرية على أن تتزايد عام بعد عام، بحيث أن عدد المدارس في مصر اللي كان موجود مع 1919 تقريبا 3 أضعاف عدد المدارس اللي كانت موجودة في مصر سنة 1882، وده نتيجة سياسة تشجيع التعليم ونشر التعليم في مصر. عندنا الجامعة الأهلية اللي هي الجامعة المصرية في تلك الفترة وجامعة فؤاد الأول بدأت تخرج خريجين على ثورة 1919، يبقى عندنا نخبة متعلمة جامعية، عندنا حركة تعليمية أوسع، عندنا رأسمالية وطنية في تلك الفترة كانت بتعمل في التجارة والزراعة والصناعة على استحياء. رجعنا البنك المركزي المصري، تم تأسيسه في حكومة الوفد. هيئة البحث العلمي تم تأسيسها في حكومة الوفد. الجهاز المركزي للمحاسبات، جميع النقابات العمالية والنقابات المهنية تم تأسيسها في ظل حكومات حزب الوفد، اللي يعني ارتأت إن سبيل المقاومة الأفضل والتغيير العملي الحقيقي هو إنشاء مؤسسات حديثة. وهم وضعوا طبعا يعني اللبنة الأولى في جميع القوانين يعني المقيدة للامتيازات الأجنبية. سمحوا لأول مرة في تاريخ الجيش المصري الحديث لأبناء الفقراء وأبناء الأسر المتوسطة إن هم يعني يدخلوا الكلية الحربية ويصبحوا ضباط. يعني ولولا هذا الشرط اللي تم يعني عمله في معاهدة 1936 ما كانش الضباط الأحرار في 52 كانوا موجودين في الكلية الحربية، لأن هو ده الشرط ده هو اللي سمح لجمال عبد الناصر وزمايله من الضباط الأحرار إن هم يخشوا الكلية الحربية. طبعا الغاء الامتيازات الاجنبيه تم على يد الوفد، كارثه الامتيازات الاجنبيه الممتده من عهد من خديوي اسماعيل، ولا من يعني الامتيازات الاجنبيه دي حاجه موجوده من ايام الدوله العثمانيه، ومصر كان ليها كان في 112 دوله، تخيلي سيادتك، لها امتيازات اجنبيه في مصر. يعني معنى حضرتك لما المصري يتخانق مع الاجنبي يذهبوا الى المحاكمه القنصليه وتحكم والخ ويطبق قانون الدوله الخارجيه الى اخره من هذا الكلام. تمكن الوفد من انه يلغي الامتيازات للدول، عند من الاعمال العظيمه جدا الغاء الامتيازات الاجنبيه في مؤتمر مونترو، الغاها مصطفى وصلوا اتفاق وقالوا ان القانون المصري هيطبق بدءا من سنه 48، وعشان كده بدا التحضير للقانون المدني المصري والوصول لان يكون جميع المصريين والرعايا خاضعين للحكومه المصريه، الوصول لهذا.